اهلا بكم وصباح الخير. شوفوا السيارة اللي داخلة ورايا على مكتبي. نشوف السيارة التي طال انتظارها اخيرا وصلت. دفعات منها مش كلها طبعا. تريل بوس يلا بينا نشوفها من قدام. ايوه 5.3 V8 8 سرعات اوتوماتيك 355 حصان. السلندرات زي ما احنا عارفين بتشتغل من سلندرين اتنين، بقية السلندرات حرة حسب الحاجة وحسب الاستخدام عشان صفية البترول طبعا. شوف صفية البترول واصلة لحد فين. لتر واحد 10.3 ما شاء الله. السيارة بالحجم ده والوزن ده واللتر الواحد فيها بيمشي 10 في حدود ال 11 كيلو، يعني بيتهيألي يساوي سيارات 4 سلندر صالون صغيرين كتير، يمكن أحسن من بعضهم كمان. لون ما شاء الله اسمه شادو جراي زي ما انتم شايفين. ترتيب صف السيارات داخل وكالة بن حمودة في أبو ظبي. معكم مهند 050-516-3525. عارفين الرقم، عارفين المفروض تعملوا ايه على القناة، اشتركوا وتفعلوا الجرس على اليوتيوب عشان نشوف كل الفيديوهات. شوف شكل التواير، الصخريات، شكل الرنجات، تواير جودير. شوف الانيش من الكلف 275 65 على 18 زي 71 باكج ما شاء الله. لون من احلى الالوان على السنه دي بصراحه ما شاء الله. افتح يا سيستم. دول اكزوست، كاميرتين اتش دي طبعا، شاشة اتش دي. تعالوا نشوفهم من الداخل. اوكي ما شاء الله. الصندوق اللي تحت السيت الخلفي والسيت طبعا جلد. عطلنا الراجل عن الصف. تمام. نلقي نظرة عليها من الداخل بس يشوفوها بس. طيب وزي ما وعدتكم انا قلت لكم هنلقي عليها نظرة من الداخل عشان في ناس سألتنا عن موضوع الفور ويل والدبل التقيل والدبل الخفيف او العالي او الواطي، هنشوفهم دلوقتي. اوكي مرة تانية احنا هنا داخلين على موضوع الدبل عشان في بعض من التعليقات كانت بتسأل عليه. الدبل زي ما انتم شايفين في عندنا الاوتو هنا والعالي فور هاي فور لو وتو هاي. كده معناه ان هو فيه الدبل التقيل والخفيف. اوكي طبعا وفي الاوتو يعني زي ما احنا شفنا مره ثانيه اهو. عندنا هاند بريك بيكون اوتوماتيك، المودز تبع التريل الاضاءه اوتوماتيك، الساوند سيستم تبعنا بوز، شيب اوتوماتيك طبعا السياره اوتوماتيك جلد. السياره اللي قدامنا هي 2020
شاء الله. من الداخل البوش ستارت، احنا شايفين التحكم في الاير باجز، زر عشان تفصله عشان لو هتدخل الرمل، لو السياره مالت طبعا عشان ما يطلعش عليك الاير باجز. التحكم في الغاء صوت الحساسات الخلفيه والاماميه. في عندنا هنا زر مهم جدا اللي هو الاوتو هولد، او بيفصل الماكينه في الاشارات مثلا، واحنا واقفين في الاشاره والماكينه بتفصل عشان موضوع طبعا استهلاك البترول، تقدر تشغل الخاصيه او تفصلها بالزر ده. تمام، يعني انت لو واقف في اشاره وجايب الجير على دي، ممكن تلاقي السياره فصلت الماكينه بس كل الوظائف الثانيه شغاله، بس مجرد لمسه لدواسه البنزين السياره بترجع تنطلق مره ثانيه. حابب تخلي الخاصيه دي شغاله، اوكي. حابب تفصلها، عندنا زر واحد بيفصلها. طبعا الموضوع ده كان اوتوماتيك في الموديلات القديمه، والناس كانت يعني كان عليهم تعليقات عليه، اللي هو هم مش محتاجين الخاصيه تكون شغاله طول الوقت، وهم عايزين يكون عندهم تحكم في تشغيلها او فصلها. زي ما احنا عارفين طبعا جنرال موتورز مؤخرا ما شاء الله بيسمعوا لكل التعليقات وبيغيروا على طول، يعني من تاني سنه نزل الزر ده وتم اضافته على وظائف السياره، وطبعا ساعدت ناس كتير وبقت اسهل كتير في التعامل. فعلا عندهم حق، يعني ممكن يكون حد في اشاره وشايف ان هو مش محتاج ان الخاصيه تشتغل، يقدر يشغلها او يفصلها زي ما هو عايز. ده كان تعليق مهم جدا. وكان حد بيسال على موضوع صرفيه البترول ما بين ال 2019 وال 20، ال 20 زي ما انتم شايفين بعد اختبار هيئه التقييس الخليج كله طلعت ان السياره بتمشي 10.3 10.3. القديمة كانت أو 2019 كانت أقل من كده شوية، كانت يمكن 9.2. يعني طبعا في تم تحسين للصرفية زي ما احنا قلنا، كل سنة بيتم تحسين للصرفية وتحسين الأداء وإضافة بعض المواصفات حسب طلب وتعليقات الناس. طبعا هنا في تخزين وصيت الخلفي، نظرة سريعة طبعا السيارة لسه داخلة الشوروم حالا، لسه سخنة أصلا، جهزوها العرض. نطلع مرة تانية من الداخل، نطلع من ورا نشوف. طبعا سيارة التريل بوز زي ما احنا عارفين هي ليفتد 2 انش، مرفوعة، سيارة مرفوعة ب 2 انش من المصنع مش من عندنا. معرفش حد قابلني، اللي قابلني هيعرف ان انا لازم سلم عشان اطلع السياره دي. انا هتصمق بقى، يلا استنى بقى. ده شكل التابلو، الكونسول الوسطي على اليو اس بي، المكيف الخلفي طبعا كان تم اضافته من موديل 2019 حسب طلب الناس. كمان الستيرنج بتاعنا زي ما انتم شايفين شكله، معليه شعار الشيفروليه باللون الاسود، والشاشه ال 8 انش فيها الوظائف للابل بلاي والاندرويد اوتو. تورينا رؤيه الكاميرتين الخلفيتين والشاشه طبعا اتش دي. احنا شايفين في زر كمان عشان الباب الخلفي، او اللي هو باب الصندوق الخلفي، بتقدر تنزله بزر من هنا من التابلو. في زر تاني كمان التحكم في الباور الخلفي خلاص، وفي هنا طبعا من الطرق. شايفين وصلات يو اس بي ويو اس بي سي، شوف تصدق تبي كمان فيها وسط سنسور USB USB C. لو في تعليقات تانية انتوا عايزين تعرفوا عن السيارة أي شيء، ممكن تعلقونا طبعا على قناتنا على اليوتيوب، أو تتصلوا عليا مهند 050-516-3525. خلوني أنزل بس عشان زي ما انتوا شايفين. أوكي، ما شاء الله، يلا بينا. اوكي، استنى تعليقاتكم طبعا، استفساراتكم
على القناة بتاعتنا أو اتصالاتكم على رقم التليفون. أهلا بكم.